طيب خلينا ناخذ مدام هذا ناخذ اسهل وحده ناخذ ريكوارد الفا. فالان نيجي السؤال هلا بدنا نعمل ريفيرال ريفير اول كوانتيتيز تو ذا هاي سبيد شافت اتش اس اس. زين كل شيء راح نعمل له ريفير للهاي سبيد شافت. الهاي سبيد شافت اللي هو هذا موجود هون HSS وهذا LSS. هلا ممكن تقرر انت تعمل ريفيرال او تقرري تعملي ريفيرال كل شيء لل HSS ما فيش مشكله، بس المهم كل شيء يروح لل HSS. ممكن اعمل ريفيرال لكل شيء لل LSS وممكن اعمل ريفيرال لكل شيء لللينير، بس احسن طريقه عاده المتبعه ان نعمل ريفيرال لل HSS عشان نختار الان المحرك والتورك تبع المحرك، وعاده نختار المحرك على التورك. اذا هلا بنيجي نسال السؤال بنقول الفا desired or required high speed shaft ايش بتساوي؟ من وين بدي ابدا؟ من وين ببدا حتى احسب الفا اللي required؟ كيف بقول ايش بقول لي انه الفا required ايش هي؟ ايش الريكوايرمنت اللي فوق هناك؟ في عندي linear acceleration requirement، بقدر احول من linear acceleration required هون لالفا هون، مظبوط؟ والعلاقه بينهم واضحه، في عندي الشيل diameter وعندي الجير بوكس ريدكشن ريشيو. فبصير عندنا هلا اذا بدي احسب الفا ريكوايرد ريكوايرد لو سبيد شافت بدها تساوي اي اي ريكوايرد لينير على على دي اس على 2 على الراديوس ولا مضروبه في الراديوس؟ اذا شكيت تذكر ايش وحده ايه؟ متر بير سكند سكوير. اذا حتى الغي المتر شو لازم اعمل؟ اقسم على دي اس على هذه بتساوي 1 متر بير سكند سكوير على 0.63 على 2. فالرقم اللي بيطلع معنا الفا ريكوايرد بتطلع معي انا هون 1 على 0.63 اللي هي 3.17. ايش وحدتها؟ راد بير سكند سكوير. بس هذه على اللو سبيد شافت، لازم احسبها على الهاي سبيد شافت حتى احول من لو سبيد لهاي سبيد. باي ديفينيشن من الكلام اللي حكيته ايش بعمل؟ بضرب في ار جي ولا بقسم على ار جي؟ بدي احول للهاي سبيد شافت، انا على اللو سبيد شافت. اوكي هذا سرعته منخفضه، اذا عارف انا السرعه المنخفضه هون ايش السرعه لهذا بدي اضرب في ار جي. اذا عندي الفا هاي سبيد شافت ريكوايرد تساوي 3.17 في 39، والرقم هذا بيطلع 123.63 وهذه راديانز بير سكند سكوير. اوكي ماشي واضح هذا الجزء؟ اذا هلا هي طلعنا جزء من المعادله المطلوبه، لسه لازم اطلع اي ايكويفالنت وتورك ايكويفالنت. خلينا نبدا بالتورك ايكويفالنت. فبنيجي نسال هلا بدي التورك ايكويفالنت للماسز هذول على الهاي سبيد شافت. ايش الماسز عندي؟ احنا راح نهمل الحبل، طبعا لو ما اهملت الحبل بدي اخذه بعين الاعتبار، لانه طول الحبل من هون لهون مش شرط يكون مساوي لطول الحبل من هون لهون. بالعكس انا اصلا لما هاي بتطلع هاي عمالها بتنزل فبقصر الحبل هذا وبطول الحبل هذا، مش هيك؟ فهي حتى التايم فيرينج بتتغير او بوزيشن ديبندنت. رح نهمل الان الحبل. اذا بدي اخذ في عندي هون في اسوء حاله رح اعمل على الورست كيس، الورست كيس شو بتكون؟ 600 و1000 1600 عندي هون. اذا 1600 هلا 1600 رح تنضرب في جي حتى تتحول لفورس، مزبوط؟ بس مين اللي بيعاكسها او بيقاومها؟ ال 1300 هون. فاذا بدك ممكن تكمل تحسب التورك وبعدين تطرحهم او نطرحهم من الان. التورك بيطرحوا لانه اتجاه تورك بيختلف عن اتجاه التورك الثاني، مزبوط؟ هذا عماله بسحب بهذا الاتجاه، هذا بسحب بهذا الاتجاه. اذا كان هذا اتل من هذا معناها هذا بيعطيني النت تورك بكون كانه ببين عندي 300 كيلو جرام بسحبوني لتحت من هون. 1600 ناقص 1300 هي 300. هلا حتى احول من ماس لفورس بايش بضرب؟ في جي. واذا بدي احول من فورس لتورك بايش بضرب؟ في اس على 2.63 على 2. اي صار عندي هذا تورك ناتج عن التورك ايكوفلنت اللي موجوده، بس هذا لسه موجود على
لو سبيد شاف بدي احوله للهاي سبيد شاف، حتى احوله على الهاي سبيد شاف السرعه من هون لهون كانت تزيد، بس التورك من هون لهون بقل، فبنقسم على ار جي. لكن بسبب الان افشنسي تبعت الجير بوكس او الافشنسي تبعت الجير بوكس راح يبين، مضطر اني احط تورك اعلى من هون عشان اعوض الان افشنسي واتغلب على التورك اللي موجود هون. حتى اتغلب التورك اللي موجود هون بتورك محطوط هون لازم احط تورك اعلى شوي عشان اقدر اتغلب على الان افشنسي موجوده في الجير بوكس. اذا بقسم على الافشنسي الفورورد افشنسي، لانه بالحاله هاي الباور عمالها بتعمل فلو بهذا الاتجاه، فبتصير عندي هاي 0.85 ومحل ار جي راح احط 39 لواحد، فبصير عندي الان الايكوفلنت تورك. طيب الشيف ليش ما اخذت الشيف هاي الانيرشا تبعت الشيف بعين الاعتبار؟ ليش ما دخلنا الانيرشا تبعت الشيف هون بالحسابات هاي؟ بحكي عن تورك انا، لما باجي بحسب الانيرشاز بدي اخذ الانيرشا هاي بعين الاعتبار، بس هاي ما عندها تورك، ما بتعمل تورك. هل الشيف هاي لو كانت واقفه مكانها بدي احط عليها تورك حتى امنعها تلف؟ لا، اتس بالانسد فولي بالانسد، ما بتعمل تورك. اذا صار عندي هون هلا هذا راح يطلع التورك الايكوفلنت تورك لهذول الماسز، بيطلع معنا قديش طلع معك؟ 27.96. ليش انا طالع معي 28.5؟ 10 اوكي ماشي 28.5. انت استعملت 9.81 ولا 10؟ 9.81. اوكي، اذا احنا مبسطين هون حاطين 10 بتصير 28.5. اذا هذا التورك الايكوفلنت تورك لهي. هلا بدنا نحسب الاي ايكوفلنت، والاي ايكوفلنت هلا اي ايكوفلنت هاي سبيد شافت هون ما بصيرش ننسى الشيف، ولو حد معطيني الانيرشا تبعت الجير بوكس للهاي سبيد شافت واللو سبيد شافت تبعت الجير بوكس بدي ادخلها، ولو انا عندي كمان او بدي ادخل بعين الاعتبار الانيرشا تبعت الروتر تبعت المحرك كمان لازم ادخل، هذول كلهم من الداتا شيت بنجيبهم، بس احتمال كبير اكثر وحده راح تاثر علي هي الشيف من هون. اذا هون بنيجي بنقول على عندي الماسز، هلا هون ما بصير اطرح انيرشز، وجود هاي الماس ولما ضفت كمان هاي الماس عماله بيعملوا اصعب اني اعملهم اكسلريشن. واذا شكيت في هذا الموضوع فكر بالشكل التالي، لو انا عندي شيف وحطيت عليها من هاي الجهه 1000 كيلو وحطيت عليها من هاي الجهه بالضبط كمان 1000 كيلو وطول الحبل من هاي الجهه مساوي لطول الحبل من هاي الجهه، قديش التورك لازم احطه على هاي عشان ما تسحل؟ زيرو، ما في ايكوفلنت تورك. اوكي الاثنين بالانس. طيب ننسى التورك، نطلع على الانيرشا. لو انا بدي ابدا الف هاي اخليها تتسارع، هل بدي احط تورك عشان اسارعها؟ لان اذا بالانيرشا ما بلغي الالف مع الالف بالانيرشا، لانه التنتين بدها تزيد سرعتهم، لما تزيد سرعتهم شو بزيد الانرجي المخزنه فيهم؟ لما تزيد سرعتهم بتزيد الكينيتيك انرجي، اذا عم بزودهم التنتين بكينيتيك انرجي، ما باخذ كينيتيك انرجي من وحده وبعطيها للثانيه. اوكي الانرجي بوزيتيف كوانتيتي موجودة مخزنة فيه، إذا بتحرك على سرعة بغض النظر اتجاه السرعة راح يتخزن فيه، إذا هون لما بدأ بحرك راح أحس بالإنيرشا هاي زائد الإنيرشا هاي، إذا بالحالة هاي راح يكون عندي 1600 زائد 1300. حتى أحول من ماس لإنيرشا بإيش بضرب؟ إيش بضرب الماس؟ تمام، في مربع الراديوس إذا بضرب في 0.63 على 2 تربيع، ليش ما ضربت في جي؟ ليش ما ضربنا هون في جي؟ ليش ما ضربت الماس في جي؟ انا ما عم بحسب فورس، انا عم بحسب انيرشا. اوكي والانيرشا هي ام في دي سكوير في مربع مسافه اللي هي السكند مومنت اوف ماس. اذا صارت عندي هلا هاي ايكوفلنت على اللو سبيد شاف، مين هلا بجمع لها هلا لحظه مناسبه جدا اجمع مين الها؟ الشيف. والشيف قديش قيمتها؟ 3 اظن كانت، مش هيك؟ 3 كيلوغرام. صارت عندي هلا هاي اي ايكوفلنت على اللو سبيد شاف، هلا شو بصير فيها لما بحولها على الهاي سبيد شافت؟ بقسمها على مربع بعدين بقسمها على محل ار جي ايش راح احط؟ 39، بصير هاي 39 تربيع وهذه 0.85 فهذه 39 تربيع وهاي هون 0.85 فبيطلع اي ايكوفلنت لهدول الماسز اشتركوا
عندي هون طالع 0.224. وايش وحدته؟ يلا ساعدوني احكوا. كيلوغرام متر سكوير. اوكي، اذا هاي صارت عندي، صار عندي اي ايكوفالنت جاهزه، تورك ايكوفالنت جاهزه، الفا جاهزه، صار بامكاني الان اطلع التورك اللي مطلوب بالمحرك حتى يحقق هذا التسارع. هلا قديش كان عندي التسارع؟ قلنا 123، حد يضرب لي 123 في 0.224، لانه الفا في اي ايش وحدتها؟ 27.6. قديش طلع؟ 27.6. اذا ضربنا هذول الرقمين يعني بتصير عندي هلا التورك اللي مطلوب من المحرك بده يساوي التورك ايكوفالنت على الهاي سبيد شافت هذا كله طبعا، زائد الفا في اي. الفا في اي ايكوفالنت، التورك ايكوفالنت شو بيساوي؟ 28.5 زائد الفا اللي هي 123.63، مضبوط؟ وهاي مضروبة في 0.224. خلينا نحط الرقمين قبل ما نجمع الرقم الكلي. قديش هدول التنين مضروبين في بعض؟ 27. هاي 27.68، وهاي 28.5. ايش بتلاحظوا على الرقمين هدول؟ هدول very similar. الكاونتر ويتنج عمل اشي رائع جدا. شو عمل؟ خفف علي التورك، ومظبوط هو زاد الانيرشا، بس زاد الانيرشا بشكل اوفر اول انا كسبان. لو اني ما حطيت الكاونتر ويتنج وحسبت مظبوط الانيرشا بتكون منخفضه، وهذا الترم بصير، بس هذا بزيد بمقدار قديش لو ما كنت عامل كاونتر ويتنج؟ اكثر من الضعف، لانه انا لو مش حاطط الكاونتر ويت بالمره قديش بتصير الماس اللي بدي امنعها انها تنزل؟ مش بس 1600، او مش بس 300، مش بس حتى 600. هلا لو اني عامل الكاونتر ويت لاغي بس ال1000، كان ايش بكون عندي؟ بكون الضعف، لانه بدال 300 بصير 600. بس لو اني مش حاطط كاونتر ويت بالمره، بدي ارفع وانزل ال1000 اللي هي الديد لود، وكمان بدي ارفع وانزل ال600 بصير 1600. قديش 1600 على 300؟ تقريبا 5 اضعاف. فلو اني مش عامل كاونتر ويت، كان هذا الرقم بكون 5 اضعاف الرقم، او 5 اضعاف وثلث حتى. 5 اضعاف وثلث يعني حوالي 150 نيوتن متر، وهذا الرقم بصير صغير جدا. انا هيك استفدت استفاده هائله، رفعت الهاي مظبوط، رفعت الانيرشيا، بس لكن هون نزلت التورك المطلوب. عشان هدول قديش بيطلع مجموعهم؟ حوالي 56 تقريبا، 56.2، وهذا التورك المطلوب من المحرك. بروح بختار هذا المحرك على اساس هذا التورك اللي بده يعطيني اياه.